إذا سأل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض اليوم متى تعود إلينا فلسطين؟ فالجواب هو الجواب: إذا عدتم إلى الله عادت إليكم فلسطين. وهذا الجواب إنما هو مستقى من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود من رواية ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا عدنا إلى الله جل وعلا أعاد الله تبارك وتعالى علينا وإلينا ما سلب منا، وإذا ما لج بنا بعدنا عن ربنا فقد منا ما في أيدينا. وقد قضى ربنا تبارك وتعالى بذلك في كتابه العظيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبين الله تبارك وتعالى أن كفران النعمة يزيلها، ولئن كفرتم بنعمتي فلم تشكروها ولم تقيدوها لديكم وعندكم بالشكر، لأن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما بين علماؤنا عليهم الرحمة أقدم من كلامه الشريف: النعمة صيد والشكر قيد. فإذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فأحب استدامتها وأراد عدم زوالها، فعليه أن يشكر الله جل وعلا عليها. فإذا ما فرط فيها سلبت، وقع عليه من الخزي والمهانة ما وقع. وهذا مما قدره الله رب العالمين وجعله من سننه في كونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متى تعود إلينا فلسطين؟ إذا عدنا إلى الله جل وعلا عادت إلينا فلسطين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا بذلك أيضا في كلامه العظيم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الذل ينزل بالأمة، وأن المهانة تحيط بأبنائها إذا ما حادت عن دين ربها، وإذا ما تقلت عن التمسك بسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تبايعتم بالعير وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فلا رجوع إلى العز ولا عودة إليه ولا تحصل عليه إلا بالعودة إلى الله رب العالمين حتى ترجعوا إلى دينكم.
إلى دين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالطريقة التي أرشد إليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما يحدث اليوم في غزة ليس قضية معونات إنسانية، وليس قضية تتعلق بالنفس البشرية في عمومها، ليست قضية خيرية ينتدب لها ما ينتدب من أهل المروءة من أصحاب البذل والعطاء والإحسان والجود، ليست قضية خيرية، وإنما هي قضية عقدية، قضية عقائدية، قضية تتعلق بالاعتقاد في أصله وبالدين في صلبه، وليست قضية ينفعل لها الكفار قبل المسلمين. فإن الانفعالات الظاهرة التي تملأ العالم كله لن تغني شيئا، وليست بوسيلة صحيحة للوصول إلى المطلوب، والسبب واضح لا يخفى على ذي بصر ولا بصيرة، وذلك أنه ليس بأسلوب من طرائق الشرع في التحصل على المطلوب، وما إلى هذا دلنا النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم.